السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نصايب واحد الأكلة خفيفة كنحتاجو فيها شوية ديال الطرفة ديال الدجاج على حسب أفراد العائلة، جوج ياغورت مسوس، شوية ديال الملحة وشوية التحمير. كناخدو واحد الإناء كنفرغو فيه ياغورت مسوس. هاد الأكلة سهلة وخفيفة بالنسبة للعشاء، ما كتاخدش وقت في التحضير ديالها وكتجي بنينة بنينة بنينة، سيرتو في رمضان كتجي رائعة في العشاء ولا في السحور. كنضيفو الملح والتحميرة نخلطو العناصر حتى كنخلطو ليها مزيان. وغادي ناخدو الطرفتين ديال الدجاج غادي نرقدوهم في هذا الصلصة شحال ما يعني غادي نخلطوهم في الصلصة، وغادي نديرو هذا الخليط كله في الثلاجة يعني على الأقل واحد جوج سوايع ولا ثلاثة سوايع، ولا مثلا اللي غيديرها للعشاء يديرها في الصباح ويخليها في الثلاجة حتى العشية ويديرها في الفران باش الدجاج كيتشرب هذيك الصلصة ديال الياغورت وكيجي زوين كيجي بنين. كنخلطو الطرفة ديالنا مزيان غادي نغطيوها وغادي نخليوها في الثلاجة يعني على الأقل واحد جوج سوايع أولا ثلاثة، ولا اللي ما زربانش عليها مثلا يصيبها في الصباح ويخليها حتى العشية ويطيبها في الفران. هو الدجاج ديالنا جبدناه من الثلاجة، انا خليته العشية كاملة، درته في الصباح وخليته العشية كاملة حتى العشية عادو. غادي ناخدو واحد الطبسيل ديال الفرن كندهنوه شوية بالزيت وكنستشفو فيه الطريفات ديالنا ديال الدجاج. كنديرو فوق منه هذيك الصلصة اللي بقات، ما تضيعش، نديروها فوق منه وغادي ندخلوه الفرن سخون. ديروا ليها عافية مهيلة ونخليه حتى يطيب، غير ما نسوش مرة مرة نطلع عليه. جربوها راه كتجي زوينه، هاد الوصفه كيجي فيها هذيك الحموضه ديال اليوغورت مسوس كتجي زوينه رائعه، اي جربوها وما غاديش تندموا. صافي دابا غادي نديروها في الفران ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هو الدجاج ديالنا بعد ما طاب، يعني التقديم كل واحد كيقدمو كيما بغا، كنا نرافقوه بالسلطات ولا بالروز ولا باش ما بغينا، راه كتجي زوينه زوينه بزاف، غير جربوها. يلا كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.